مرحبا محمد، لماذا لم تنام؟ أحكي لي قصة، رجاء أحكي لي قصة الجد. حسنا، سأحكي لك القصة حاكم طيب ولد في العين عام 1918. إذا عجلس واستمع. عندما كان طفلا حفظ هذا الصبي القرآن، ألمح هذا أن يصعد الأخيرة. عندما كبر افتتح مستشفيات ومدارس بعيد عن أسبا قضاء للمنزلها العين، وقائل التعليم مثل الفانوس على الزي، ينيرو طريقك في ذكاك مثلم. عندما كان شابان كان يحلم دمان بالاندماج مع الدول المجاورة لتشكيل أمة أكبر، فقد أراد دامان تقدم مساعدة في القريب والبعيد. شخصية فريدة مثل النجم في سماء الليل، ماذا حدث بعد ذلك؟ حقق أحلم وأسبى أولى رئيس لحظة الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971. لكن أعتقد أنك أول رئيس. هذا صحيح يا محمد، كانت هذه قصة حياتي. مرحبا، اليوم أنا هنا مع الكاتب المشهور لوكاس سانيترا. مرحبا. أنت كتبت كتاب عن الشيخ زايد عندما كان طفل، على إنجازاته، صحيح؟ نعم، أعتقد أن العالم يجب أن يحيي فكرة الشيخ زايد، وأيضا أتحدث عن من هو، إنجازاته التي خيرات العالم. أوافق، شخصيته كانت فريدة حقا. حسنا، لماذا اخترت على وجه التحديد الشيخ زايد؟ نعيش في مكان دولي الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أكثر الدول المتقدمة اقتصادية في العالم، وهذا فقط في 45 عام. هذا دولة حقيقة الكثير من التقدم، لذلك التقدم عن يجب أن يشار الناس بالمتنان ليعيش. الشيخ زايد رحمه الله كان أسس الإمارات العربية المتحدة، والناس يجب أن يعتبر هو أن قدوتي في الحياة. الشيخ زايد هو قدوتي بالفعل. ثم ماذا تعتقد أكثر صفات الشيخ زايد أهمية؟ لماذا كان حاكم جيد؟ كان محبوب من كل الناس، ولذلك ألقبوه بقائد الأعمى والولدات. أيضا هو حسن مستوى التعليم على الصعيد المحلي، وفتح باب من الفرص إلى الكثير من الناس، وتشكيل اتحاد بين الإمارات عام 1971. رهيب. أخيرا أود أن يسأل
أي من الإمارات حكم ومتى؟ أول مدينة علينا عام 1946، ثم حكم أبو ظبي عام 1966، وأخيراً حكم الإمارات تاول رئيس من عام 1971. لماذا 33 سنة حتي وكاباها عام 2004؟ شكراً لك سنيترا. شكراً. مع السلامة. مع السلامة. مرحبا، أنا اسمي برمين، أنا عمري 13، أنا من الهند، أنا مدرستي سان مارك في الصف التاسع، في صف اللغة العربية، ندرس عن الشيخ زايد رحمه الله، حاكم ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة. درست عن طفولته وصفاته وشخصية كقائد. هو إنسان حكيم وحاكم ومصلح والقدوة في الحياة. For this project, we need to create a digital book about Sheikh Zayed. My group and I talked a lot about different parts of his life and his achievements in life. We also included pictures, videos, and audios to add more detail for the book. We worked well together and collaborated a lot during this, and it was a fun and fresh experience. مرحبا جمعية، اسمي دارلينغتون، عمري 14 عام، أنا من زيمبابوي ولكن عايش في دبي. Hello everyone, my name is Darlington. I'm 14 years old. I am from Zimbabwe, but I live in Dubai. أدرس في مدرسة رائعة وهي مدرسة سانمارك، وأعتبر نفسي محظوظ لدرس اللغة العربية. I study in this brilliant school which is Sanmark, and I am fortunate enough to be able to study language Arabic. قمت أنا وأصدقائي بعمل كتاب إلكتروني عن الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله، عن طفولته وشخصياته، والشيخ زايد الإنسان، والشيخ زايد الأب الروحي الإماراتي. My friends and I have done a digital book on Sheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyan, may he rest in peace, on his childhood, on his characteristics, on him as a human, and on him as the father of the Emiratis. كان إنسان عفوي وكريم ومثالي، وكان بابه مفتوح القريب والبعيد. Sheikh Zayed was a unique, kind, and ideal human being, and his door was open to the near and the far. My friends and I have decided to distribute roles between each other. So my role was to talk about Sheikh Zayed's achievements. Sheikh Zayed bin Sultan مفيد وكريم. هو إن إنجاز الكثير من الأشياء. الشيخ زايد قدم مساعدة لبناء المدارس، الخدمات الصحية، المطارات والطرق والجسور. هو أسس جمعية إنسانية مثل دار الأيتام، وحسن مستوى التعليم. الشيخ زايد قدم مساعدات في كل أنحاء العالم. And we've assessed ourselves based on these criteria, which are being able to adapt the language to inform and narrate, to be able to provide writing as an orientation that includes all information, can use a wide range of technical adjectives to provide descriptions and detail, can use similes, metaphors to furthermore enhance the sentence and make it more complex, can use action verbs in the correct tenses, and can write or speak using compound and complex sentences. And this is how my group have
assessed each of our parts. Thank you for listening to me, and I'll see you guys later. شكراً ومع السلامة. The year 2018 marks 100 years since the birth of قدم مساعدات في كل أنحاء العالم الشيخ زايد بن سلطان النهيان شخص متعاون وكريم هو أنجز كثير من الأشياء الشيخ زايد قدم مساعدات لبناء المدارس الخدمات الصحية المطارات الطرق والجسور هو أسس جمعيات إنسانية مثل دور الأيتام وحسن مستوى التعليم الشيخ زايد قدم مساعدات في كل أنحاء العالم مرحبا أنا اسمي ليفيا وأنا أدرس عن الشيخ زايد سكن العرب الشيخ زايد شخصية فريدة هو إنسان حكيم كريم متواضع أسس الإمارات وكان قائد حكيم My team and I have been working and brainstorming on Canva to create an advert about our founding father, Sheikh Zayed. وجدت حقائق مثيرة شاهد الفيلم لمزيد من معلومات الشيخ زايد بن سلطان النهيان ابحث عن أقرب مكتبة لتقرأ الكتاب عن ولد الأم هذا الكتاب يحتوي على كل ما جعل من الشيخ زايد ما هو الأيه الأين حقائق مثله الشيخ زايد شخصيات فريد وكريم في أسرة الشيخ زايد هناك أبيه خليفة بن زايد بن سلطان النهيان هو أسطور في القلوب النص في كل إنحاء العالم وأما قدوة في الحياة لكل ألسعة الإمارات الشيخ زايد هو إنسانة إيجابية فقد قال مبهسين دولة الإمارات العربية والاتحاد